سلام عليكم خوتنا، شوف اخوتكم شنو واقع فيهم، شوف شوف اخوتكم شنو واقع فيهم في السعودية. البنات اللي باغية تجي تخدم في السعودية يتجلس في الدار ديالهم، تجلس في الدار ديالهم تخدم، ولا تجلس في دارهم تشرب غير الماء وتاكل الخبز وما تجيش لهاد البلاد هادي، حيت هاد البلاد الا جيتي لها راه يتكرفصوا عليك، الا جيتي تخدمي بدراعك راه يتكرفصوا عليك. الا ما بغيتيش تخدمي شي حاجه اخرى وبغيتي تخدمي بدراعك راه غادي يتكرفصوا عليك هنايا. ها هما البنات، ومازال البنات ما بغاوش يبانوا، مازال البنات راهم خارجين برا خايفين يتصوروا. راه حنا هنا 15 بنت، ها حنا جينا نخدموا صدقنا محبوسين، جينا باننا خدامين، ها حنا صدقنا محبوسين. يلا خايبنا اوراقنا، خايبنا كل شيء ديالنا، ما بغاوش يعطيونا لا حوايجنا ولا اوراقنا ولا حتى شي حاجه باش نمشيو فحالنا. ها البنات حتى فلوسهم ما خطاوهمش، المراه مسكينه مضروبه ها هي مصوطينها، وواحد عاود برا حتى هي مكرصون عليها مصوطينها، راه خايفه ما باغياش تصور. واش نقول لك الحاله ما هي حاله، ورمضان وحنا رحنا مكرفصين هنا في رمضان، في هذا رمضان راه حتى الفطور ما كنفطروش شي فطور، راه الفطور كنفطروا مع دوك الكحل. اش غنقول لكم راه ماشي فطور، الروز خانز حاشاكم، ماكله ماشي شي ماكله، ماكله خانز ما فيها ما يتكاين. تصور معايا واحد صايم ما واكلش النهار كامل، كيجي ياكل تيلقى الماكله خانزه ما يقدرش ياكل، ما يقدرش يبلع. السلام عليكم، انا كنطلب من السفاره المغربيه انها دير شي حل للمغربيات اللي كنمشيو لعندهم، تقول حنا ما عندنا ما نديرو لكم. اذا شكون غادي يكون نصفنا وحنا في السعوديه الا ما نصفوناش خوتنا اللي هما المسلمين اللي هما السفاره المغربيه اللي كنمشي لعندهم، تقول انا ما عندي ما ندير لك، تيخليك في البيرو تيسدعك يقول لك سيري برا، فين بغيتي نمشيو؟ هاد الناس كياكلوا في اللحم ديالنا، كيفاش بغيتينا نديرو نعيشو حنا هاد الناس؟ السلام عليكم. انا جيت باش نخدم هنا، لصقت محبوسه وانا عندي جوج ولاد، بنت وولد في المغرب، الا ما كنتش انا ما غاديش ياكلوا. هاد الشهر هذا مخلصين الكرا، الشهر الجاي اقسم بالله العي العظيم ما يلقاو ما ياكلوا، ما يلقاو باش يخلصوا الكرا، وانا الوحيده، انا يا هجاله جيت باش نخدم، عندي 40 عام جيت نخدم، ها في سقطت في الحب. لا ما كنا هاد البنت مسكينه هادي عاشة مش مستديس، فك بناتك من فم السبع هاهم يتكرفسوا علينا غير بالفن. السفرة ديالتنا مشينا ليها قلنا ليها اشتخدنا حقنا، في الاخر جبدنا لهنايا هادي كاين. ها انتم عايشين، شوف حنا كنطلبوا منك حنا كنا عايشين يشوفونا انك سفارة تاخذ بعين الاعتبار المغربيات اللي هما في الذل الإهانة، ما كيجيوش عندنا، ما كيعطيوناش قيمة. شحال وأنت جالسة هنا؟ شهر وأنا جالسة هنايا، ما كاينش اللي كيسول فينا، كياخذوا فلوسنا، كياخذوا حوايجنا، كيصيفطونا، كيديرونا حنا الشفارات. إهانة المغربية. المغربية اللي كانت عندها قيمة في بلادها جات كتهان وكتعير بكلام ما كيتسمعوش حتى شي واحد، واللي شاف شي مغربي كيلقبها بلقب وسخ. تقول لك يا وسخة يا كلبة والاحتقار، الماكلة كناكلو في الكوزينة بحال الكلاب، تيعطوك داكشي اللي شاط عليهم. واش حنا ما لقيناش بلادنا ما ناكلو من الإهانة في الذل. وعاد السفارة المغربية اللي هي خصها تكون هي الجلب ديالنا، فهي السفارة ما كتعاونناش، كديرش لنا قيمة اللي هي بنت، هما ولاد بلادنا، ما كديرش الخدمة ديالها، ما كديرش العشاء، ما كتعطيناش وقت. كنهبطو عند الإدارة المنسقة اللي هي في الرياض، كتقول لك انتوما بعدا ما كديرش عندكم السفارة باش كتشوفكم أو لا تسوقاش ليكم. كيفاش بغيتو نهضرو مع هاد الناس وهما كيحتقرونا؟ حتى من الماكلة كيرموها لنا بحال الكلاب، حيت حنا مغربيات. كيشوف يسمع المغربية كيسمع بحال يسمع شي كلمة خايبة. حنا بغينا إنسان اللي ينصفنا وينقذنا من الذل اللي حنا فيه. حنا حقا جينا نخدمو، كيما لقيناش الخدمة اللي بغينا. حنا جينا حقا خادمات شاغلات، ولكن إنسان الإهانة والذل والكلام اللي ما كيتسمعش من كاش شي حد يقبله. وشكون ككلب اللي حلف اللقمة بحال الكلب؟ أنت شحال عندك هنا أختي؟ شهرين. حنا مشينا للسفاره نهار الاربع باش تلقى لنا حل، رجعنا غير بلادنا ما بقينا باغيين حتى شي حاجه من هاد البلاد. مشينا عندهم نهار الاربع قال لك سير نهار الاحد عاد كيستقبلوا المغربيات، يعني من الاربع حتى نهار الاحد وحنا في الزنقه كنعسو غير في الزرادي، كنتغطى حتى الغطا ما كاينش، كنتغطى بحوايجنا كنعسو غير في الزرادي. ملي مشينا عند السفاره ما عقلوش علينا، عاودنا رجعنا عندهم نهار الاحد جابونا لهاد الحبس هذا. انا مشيت التنين اللي فات بلا هلا
قالوا لي ما عندنا ما نديرو لك، قالوا لنا ما عندنا ما نديرو لك، مشي سنتكاوط غير بالزناقي، الناس يصدقوا عليا. وفي الاخر ملي مشيت نهار اثنين كيما انا ما غنمشيش من هنايا، عاد قالوا لي وصافي انا غادي نديوك من هنا يومين ولا ثلاث ايام غادي تسافري، لا طلعوا علينا ما فيها شي حاجه. شحال عندك هنايا؟ شهرين. انتي اختي؟ السلام عليكم ايتها تنغر عزان، نكونياتي هضري بالجهد واش نكونينا شي غدغا الناس غاتينو قادير غير نتكرس بزاف بزاف، نتمنى ان شاء الله ايتما تنغتحسو نغ الشهرات المبارك من رمضان اسر نتحسو نعاوننا بزاف بزاف، نغادي نتكرفس ورنشي ورنتوي ورنقينس خاطر نغ غير نتكرفس بزاف بزاف، نتضلى بالفيديو ان شاء الله يركم محمد السادس، عاش الملك عاش الملك، نرى هذا خي عاوننا داغي الصبح عبد الله وشكرا بزاف. انا خداني المستشفى ديال المجانين وخلاني 15 يوم تمايا، وكنقول لهم بغيت نهضر مع السفارة ديال. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.